على ايدي عم بتفرج على البنات بالافلام الاخلاقية ضربت لك هالمدفعية ايه وحياتك يا خي فكرت واجه الصاروخ هوني بين اجري يا خيي بعمل من جبال ومارون الراس وقف هالعدو شايل الراس بيتعذب ومحتار امام المقام جبار قال له طلع يا غدار اسحب جيشك منهار منهار هيا الماي تجامك حل بقلبك كنا ورا ظهرك موقع مواجع كل بيوقف ضدك والان دبليو ار جايين لحدك انا اسمي ريتش من NWR كمان انا موت عشان وصل الاخبار انا مش استاذ بعلم التاريخ والاشعار بس رب رح يخليني غني لو شو ما صار باختصار نحنا كنا جينا مش عم نلعب ولا نمرح رح نتسلح مش نتسوح حامل الميكروفون تسمعونا بكل الكون ولا جايين لهون لهون ولا جرايد يوم يوم والتلفزيون تلفزيون إذا جربت السكر تمي يمكن تمي ما سكش بحرق المادة غيري والسلام علي لما السوق الآن كل الأب بصير آن لكل الدولارات وكلمات هندي بون كلكم من بطون مش عجيب عمر من هون ما كدوم ما كدوم ما كدوم ما كدوم قصفوا صيدا وبنت جبال قصفوا الضحي نهار وليل ضربوا 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 حيفا وطبرية ضربوا سقطوا نهرية زلزالوا راعد واحد رح ترجع أراضينا الله يقطع شكلك حبيبتي بحبك الله يخلف على أهلك أنا بدونك مثل الشارع بدون إنارة مثل التقاطع بدون إشارة مثل السلطة بدون خيارة مثل سواق بدون سيارة مثل حديقة بدون شجرة مثل الثور بدون بقرة مثل الصحراء بدون بعير مثل البوش بدون بلير مثل القهوة بدون هبلة مثل العنتر بدون عبلة أنا فرمان وانتي طيارتو انا باتمان وانتي سيارتو انا عشان البشت بتحسي انا مرندا وانت البنسي انا النار وانتي الدخان انا الزلزال وانتي البركان انا بدونك بضيع انا بدونك بالشوارع بصيع انت القشطة وانا الزيتون انتي النعناع وانا ليمون انت الجزيرة وانا سبيستون انتي بومبا وانا تيمون انتي العراق وانا صدام انتي الهند وانا الافلام انتي الباب وانا المفتاح انتي الضفدع وانا التمساح يا اجمل من بنات المغرب واليونان يا ريتك بنت الجيران انا لعيونك بغلق جاكيشان بعبر المحطات والخلجان بصارع حلقة الثيران يا احلى من شاكيرا وبريتني وكريستان Yeah.
هاهاهاها.